زينب، اكيد هلا كنا عم نحكي عن اللغه واهميه تعلم اللغه بالوقت الحالي لكل الشباب والصبايا. خلينا نتعرف اكثر، اللغه الانجليزيه تعتبر هي اللغه الاولى في مجالات اداره الاعمال، حيث ان مديري الموارد البشريه والرؤساء التنفيذيين ومديري الادارات يزعمون ان وجود موظفين يتحدثون الانجليزيه اكيد شيء كثير مفيد لهم وباعمالهم. كما تعد الانجليزيه مهمه في عالم الانترنت، لان تعلمها يتيح الوصول من المحتوى المتاح 55% على الويب اليوم. اكيد تعتبر اللغه الانجليزيه الاولى بمجال العلوم، خاصه مع ظهور مصطلحات جديده، مقالات جديده منتشره باللغه. طبعا للحديث اكثر عن كيفيه تعلم اللغه الانجليزيه معنا بتول لطف، ماجستير ترجمه فوريه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي كيف ممكن نتغلب على هاي المشكله. كثير من الشباب بيقولوا مثلا ما عم نحكي لغه انجليزيه، وهذا الشيء كثير ضروري ومهم بهالوقت. كيف ممكن تساعديهم ليقدروا يتغلبوا على هاي المشكله؟ طبعا هلا اول شيء اللغه صايره شيء كثير اساسي بحياه اي شخص فينا. فنحن لما بيجينا هذا الطالب او بيجينا هذا الشخص بدنا نشوف هل هو عنده فوبيا بالاساس من اللغه، ولا هو قادر انه يتقبلها من الاساس. فنحن قبل ما نعمل اي شيء بدنا نخليه هو يتغلب، هل هو بيحب اللغه او عنده فوبيا من الصغر. ممكن يكون بيكره الاستاذ لما كان صغير، ممكن يكون ما بيحبها، او نحن بالاساس ما بنمارس اللغه. صحيح. فاهم شغله ونقطه كثير جوهريه، يعني انه لما نحن بدنا نتغلب على خوفنا، اول شيء بدنا نتغلب على الخوف. ثاني شغلة أنا بدي يكون عندي هدف إنه هاي اللغة إذا تعلمتها رح تخليني أتطور بمجالي المهني، رح تساعدني أكثر سواء كنت عم بدرس أي فرع أو عم بعمل أي شيء. يعني هلا عمر بتول بأي عمر مثلا الشباب مثلا بيوصلوا لمرحلة بيقولوا نحن مثلا بهالعمر يعني مستحيل نقدر نتعلم إنه مثلا نستوعب لغة جديدة؟ خلينا نحكي كمان على هي القصة، قصة العمر قديش شيء مهم. طيب. كمان هلا ما في شيء اسمه قد العمر، في حال كان الولد مقصص صح هذا بيقولوا نفذ، بس لما بيجيني شاب مثلا بعمر كبير مثلا فوق ال 30 بيقول لي خلص أنا مخي ما عدت اقدر استوعب لغه جديده او شيء، انا بقول لهم لا، لانه اللغه يعني اي وقت الانسان فيها يتقبلها، بس حس انه هي اسلوب حياه، يعني فيه يتعلمها من خلال اغاني، من خلال افلام. فانا دائما بقول لهم انه لا، بس تكونوا معي انه انتم بامان، رح تحبوها اكيد. اهم شيء تحبوا اللغه، اهم شيء. بعدين بلشوا يعني تحكوا بصندوق الكلمات اللي عنكم، كل حدا مننا اكيد هلا اذا قاعد باي وسط بيعرف يقول كاسه، طاوله، كرسي باي لغه اللي هو متعلمها، خصوصي الانجليش. فبقول انت في بمخك اقل شيء 500 كلمه حاططهم هيك عشان ممكن بالسقيفه مالك عم تستعملهم، فانت بس بلشت تستعمل هدول الكلمات اكيد رح تنفذ. هي ممارسه اكثر يمكن بتول، وخاصه انه مثل ما قلتي اسلوب حياه، وكلنا صار عنا يمكن كثير من المصطلحات، وبتلاقي في ناس بتفهم الحكي بس ما بتقدر تحكي، مثل ما قلتي يمكن فوبيا. انت كان عندك مبادره مدونه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك، رح نروح نشوفها ونرجع نحكي عنها. Please, أعوذ بالله. We say it, please. Hello everyone, كيفكم؟ اليوم رح نتعلم كيف نقول sorry بس بطرق مختلفة لحتى ما نضل عم نقول sorry كل الوقت. أول طريقة هي إنه نقول oh, I'm really sorry. I'm really sorry. فين نقول I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. I'm incredibly sorry. I'm incredibly sorry. I'm incredibly sorry. هلا إذا كنا غلطانين بحق حدا وبدنا إياه نسامحنا بنقول له please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Hello everyone, كيفكم؟ اليوم رح نتعلم معاني كلمة طيب. طيب. Okay. طيب. I'll show you. I'll show you. بكره بفرجيك. طيب. I'm ready. طيب. What shall I do for you? طيب. Really? Then what happened? Really? Then what happened? طيب. Delicious. So yummy. وغالبا هون بنكون عم نحكي عن سندويشة شاورما او صحن ملوخية. بدك تاكلي كل هدول؟ لك خلي عني اياهم. هاتوا الصفلي. As you like.
as you wish, as you please. As you like, as you wish, and as you please. يعني تصطفلي. وفي عنا جملة فينا نقولها هي wherever floats your boat أو تنبع بالعزة. So اليوم رح نتعلم ثلاث أفعال or three phrasal verbs لحتى نقولهم بدل improve. I need to brush up my English. I need to brush up my English. I need to clean up my English. I need to clean up my English. And I need to sweep up my English. I need to sweep up my English. So فينا نقول brush up, clean up, sweep up. Brush up, clean up, sweep up. So, what do you need to brush up on? If you want to brush up your English language, watch my Facebook and Instagram page, Beautiful Learning. Bye bye! بتقول يعني شفنا المبادرة اللي عم تقومي فيها ضمن فيديوهات لتعليم اللفظ خلينا نقول الصحيح والمصطلحات الصحيحة اللي هي عم تحكيها بلغة بيضاء يعني مقابل اللغة السورية العامية اللي بنحكيها بالبيت ضمن أمثلة حتى ترسخ أكثر بالذهن. خبرينا أول شيء عن هالمبادرة كيف طلعت فكرتها مع انتظار كمان انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وحتى عم تقلنا كمان عم يقولونا بالإعداد إنه أنت دارسة إعلام فهذا الشيء يعني ساعدك بهذا الموضوع إجتك الفكرة؟ هلا الفكره بلشت بالحجر من لما قعدنا بالبيت وبعدت عن طلاب سواء الصبح انا بدرس بنات صف سابع وبعد الظهر بدرس بمعاهد فلما بعدت عن الطلاب حسيت حالي انه هلا اذا هدول قعدوا بالبيت رح ينسوا الموضوع كلياته ورح ينسوا الفكره فلا خطر على بالي انه اعمل هي الصفحه لحتى يضلوا عم يتذكروا اكثر كل شيء اخذناه ولحتى نضل عم ناخذ مصطلحات جديده. هلا معروف لهجتنا الشاميه محبوبه بكل العالم يعني كل العالم بتتابع الشامي بالتحديد فقلت انه ليش ما نحن مصطلحاتنا الشاميه اللي الناس كثير بتحبها وبتحكيها وبتقلدها ليش ما نترجمها نفسها للانجليش ويصير هيك في تقارب مع الوقت بيننا وبين الثقافات واللهجات الثانيه واللغات الثانيه حتى كمان. يعني هلا على الصفحه بيحاكي لي ناس من مصر من المغرب من الجزائر ومن تركيا بيحاكوني انه عن جد اللي انت عم تعمليه كثير مهضوم والجمله بطريقه ما عم تعلق ببالي يعني لما انا بيصير معي الموقف نفسه ممكن اقلدك بنفس الطريقه اللي انت حكيتيها. هلا اما بالنسبه للاعلام اكيد الاعلام كثير فادني. هلا اي شخص سواء كان مهندس طبيب اسنان طبيب تجميل او لغه اي مجال بده يكون في اعلام بده يكون في سوشيال ميديا لحتى هو يورجي الناس شغله فالاعلام كثير فادني خاصه انه كان في لي تعاون مع قناه على اليوتيوب اسمها 7 ميكس تي في هي اكثر شيء فادتني لانه كان في لي تجربه معها باللغه الاجنبيه عملت برنامج قصير بهداك الوقت اسمه داي اند ديت فهذا الشيء كان يعني كثير ساعدني واعطاني ثقه بحالي انه انا ليش ما وظف الاعلام بشيء بحبه واجمع بين الفرعين خصوصي انه نحن هون ما عندنا قنوات كثير او مكاتب قنوات ناطقه باللغه الاجنبيه فالاعلام اكيد ساعدني المونتاج التصوير انه انا بمنتج وبصور وبعمل كل شيء لحالي مثل ما بيقولوا اكتفاء ذاتي الحمد لله اكيد شيء كثير حلو بتقول خلينا نحكي بدنا اهم النصائح للطلاب او مو للطلاب لكل الشباب يلي حابين يتعلموا اللغه الانجليزيه خلينا احكي لهم اكثر عن المده الزمنيه يعني حسب العمر كل واحد قد ايه ممكن ياخذ وقت وحسب الواحد اذا محدد هدفه لتعلم اللغه او لا يعني خلينا نحكي عن هاي الامور بشكل تمام. اكثر هلا انا اول سؤال بساله لاي حدا بتحب ولا ما بتحب دائما بيكون جواب لا انا ما بحب فاول شيء لازم يحب اللغه ممثلة بيحبها بيحضر لها أفلام مطربة هو معجب فيها بده يسمع لها أغاني تماما فأول شيء بخليه يحب اللغة بطريقة ما هو بيحب فيلم قديم بنحضره كذا مرة بسمع الليريكس بنخليه يحكي مثل هذا الشخص لحتى يتقمص الروح بالإنجليش يعني لحتى يحب الشغلة الثانية هلأ ما في مدة زمنية محددة لتعلم الإنجليش أنا دائما بخبره الإنجليزي مثل الرياضة أنت ما فيك تقول أنا ممكن سجل شهرين بالنادي وما أنزل ولا يوم ممكن أنزل على النادي وأقضيها صور ما مارس عضلاتي ما مارس الرياضة فالإنجليش نفس الشيء لأنه عضلة اللسان مثل أي عضلة بدها تتحرك وتتحرك وتتحرك وبدها تحكي فأنا إذا ما عم مارس إنجليش يوميا من 20 دقيقة لساعة كاملة شوف شخص أحكي ويحاكيني إنجليزي أنا لو عم بحكي غلط ما بستفيد شيء ممكن سجل كورسات كثير ناس بيقولوا لي أنا فايت من كورس طالع من كورس طب أنت
بعد هذا الكورس شو عم تعمل؟ فبقول لهم اهم شيء بتوقفوا محالكم عم راي وبتحكي مع حالك، بتحكي مع حالك وبتسمع حالك. ليه؟ لتدرب لسانك، لانه انا لساني اذا هي الجمله ما قلتها كذا مره ما راح اقدر استخدمها فورا، فلازم اتدرب عليها كثير. ثاني شغله نلاقي حدا يحكي معنا، نقنعه انه بليز تعال خلينا نحكي كلمتين مع بعض انجلش. حتى طلاب الادب الانجليزي للاسف ما بيحكوا انجليزي بعد المحاضره، قليل للاقي منتديات او جمعه طلاب عم يحكوا انجلش، انه حلي عنا يا شو بدك تقعدي تحاكينا. فنحن ما عندنا ممارسه، حتى بتلاقي انه بعد ما يتخرج وبينتسى اللفظ اذا ما اشتغلوا بمجاله. هلا انا كنت عاني من هي الشغله، انه انا ما عندي ولا حدا حاكي ولا حدا عندي بالعيله بيحكي انجلش، فكنت انا رفيقه حالي مع المرايه وكنت اكتب مذكراتي بالانجلش، انه مشان ما حدا يفهمها من العيله الله يستر علينا. فكنت اكتبها بالانجليزي وانا ممكن خبص قواعديا اول فتره. هلا لما بقرا دفتري من زمان انه ايه انا كيف هيك كنت اكتب، او هاي الكلمه شو كنت اصلا بقصد فيها، ونلاقي بدائل للغه. يعني انا اذا ما بعرف اقول لك اعطيني، جيف مي، هيلب مي، اي شيء، بس انه احكي. فلازم اكيد بالحياه اليوميه شيء كثير مهم طبعا. بيقولوا اول شيء بالبدايه كمان لازم يعني كل شخص مثلا يدور عن مدرس خصوصي باللغه، لانه انه يعطيه القواعد بشكل صح. خلينا كمان نحكي انه اهميه وجود مدرس خصوصي للغه الانجليزيه. كثير كثير مهم يكون في حدا بيحبه هذا الشخص او بيرتاح له. يعني انا اذا استاذ بيدرسني لبكره وانا مو حابه طريقه لفظه او شخصيته حتى، او عم حسه ثقيل، يعني مثل اغلب الاساتذه التقليديين يلي بعدهم محافظين على طرق التقليديه، لا، الانجليزي عندي عباره عن رياضه، انا بدي اقوم اتمرن، احكي، العب، غني، امثل، ممنوع نحكي عربي. بتعرف تحكي، ما بتعرف تحكي، بدك تحكي انجليزي، بتمثل لي، بتشوبر لي، بتقش لي، بدك تحكي انجليش. فاكيد لازم يكون الشخص مرتاح له، والحمد لله هذا عم شوفه انه الناس عم تحب اللي انا اللي عم بعمله، انه انا خلص بدي اتعلم عندك. هلا عن جديد بالحجر وبعد الحجر عم نفتح كورسات اونلاين، هي فرصه يعني ليتعلم الكل. نحن خلص وقتنا حبيبتي. شكرا كثير لك يا بتول، وان شاء الله هيك دائما بتكوني يمكن من رواد تعلم اللغه الانجليزيه كمان لكل اللي بيحب يتعلم. شكرا لوجودك. شكرا لكم كثير، انا انبسطت كثير بوجودي معكم اليوم، وإن شاء الله تصير أمورنا أحسن يا رب. شكراً لك، شكرك كثير لوجودك معنا، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. إن شاء الله. بالتوفيق. شكراً لكم.